اول شيء بكميه المتر معنا بشابتر 2 البالانس شيت. البالانس شيت اهم فيها تحفظون هذا الجدول، اذا حفظتوا هذا الجدول راح تعرفون تحلون. في عنا بالجدول الاسيتس اللي هو اصول الشركه، وفي عنا الليابيليتيز اللي هي التزامات الشركه تدفعها للشركات الشركات خارجيه، وفي عنا الايكويتي اللي هي الايكويتي او ستوك هولدرز ايكويتي اللي هي الفلوس الراجعه للاونر او البارتنر مع الاونر. الحين اول شيء لما نيجي نحسب الاسيتس او الليابيليتي او الايكويتي لازم نحفظ الكلمات اللي داخلهم، يعني هالكلمات اللي هون بتدل انه هي كارنت اسيتس، والكلمات اللي هون بتدل انها نون كارنت اسيتس، فلازم نعرفهم كلهم. واي شيء بين قوسين لما نيجي نحل راح نحطه بالماينس، يعني الحين الدروينجز او التريجر ستوك دائما نحطهم بالماينس بالستوك هولدر، لان الدروينجز معناته انه صاحب الشركه عم يسحب فلوس من الشركه لشيء له شخصي، فيعتبر ان البزنس عم يخسر، فنحطه بالماينس دائما. فاي شيء بين قوسين راح نحطه بالماينس. الحين اذا جاب لنا مثلا بالامتحان، اهم شيء بالامتحان تكتبون اسم الستيتمنت، لازم تكتبون بالانس شيت، وعلى ما اذكر انه لازم تكتبون اسم الشركه والتاريخ، اسم الشركه والتاريخ اللي هم راح يعطوكم اياه بالسؤال. هذا اول شيء لازم يكون فوق دائما نكتبه. بعدين تقسمون الصفحه للنص، هون راح نحط الاسيتس، هون الليابيليتيز، وهون الاونرز ايكويتي او الايكويتي. اوكي الحين لما نحل راح نقسم، هون نحط انه كارنت اسيتس، ونحط ارقامهم ونشوف احنا بالسؤال حيعطونا اي كلمة من هذيل ناخذهم وراح نحطهم هون. ممكن ما يجيبون كلمة، يعطونا مثلا ثلاثة راح نحطهم هون كلهم، بعدين نجمعهم كلهم ونحط total current assets ونطلع الناتج حقها. اوكي بعدين نحط non current assets، وكمان راح نشوف اي كلمات هما جايبينهم راح نحطهم هون، بعدين نجمعهم كلهم، اخر شيء بنحط هون total non current assets ونطلع ناتجها. بعدين تحت اخر شيء احنا نبي نطلع الاسيتس كم، اخر شيء تحت حنكتب توتال اسيتس، وناتج التوتال اسيتس هو نجمع التوتال تبع الكرنت زائد توتال النون كرنت حيعطينا التوتال اسيتس. اوكي بعدين الليابيليتيز نفس الشيء، حنحط كرنت لايبيليتي ونحط التوتال تبعها، وتوتال نون كرنت لايبيليتي ونحط التوتال تبعها، بعدين نجمع التوتال نون كارنت والتوتال كارنت ونحط هون انه توتال لايبيليتي. اوكي هاي توتال لايبيليتي، التوتال لايبيليتي راح نجمعها زائد الايكويتي. الايكويتي حنشوف اي كلمه هم جايبينها، اذا كانوا مثلا جايبين بروفيت مع دروينجز راح نحط البروفيت رقمها بالموجب. طبعا لما نكتب لازم دائما نكتب اسم الشيء ونكتب رقمه قدامه، ومثلا اذا اعطونا الدروينجز راح نحطها بالماينس، نحط الرقم هون القوسين معناها ماينس، فراح نحط رقمها بالنص رقم الدروينجز، وحنطرح البروفيت من الدروينجز حيعطينا ايكويتي. اما اذا كان ما معطينا دروينجز معطينا رقم تاني كلهم حنجمعهم مع بعض، يعني اسم تانية مثلا ريتين ايرنينج اور كومن ستوك كلهم راح نجمعهم ونحط ناتجهم بالتوتال ايكويتي. اوكي بعدين اخر شيء راح نكتب لايبيليتيز توتال، قصدي توتال liabilities and equity حتساوي total liabilities زائد total equity، حيكون هذا. وبالنهاية لازم نعرف انه ناتج total liabilities مع equity بيساوي total assets، عشان تعرفوا ان حلكم صح، مفروض هذيل الاثنين بيساوي بعض. هيك بنكون خلصنا اول مسألة للماث. الحين ثاني مسألة اللي هي الانكم ستيتمنت. الانكم ستيتمنت في لها طريقتين على حسب هم شو يجيبون. في اول طريقه اذا جاب لنا بس كلمه ريفينيو او كلمه سيل، ريفينيو هي نفسها سيل او سيل ريفينيو حيكونوا نفس الكلمات، وعطانا بس اكسبنسز اللي اكسبنسز اللي هم يعني اكثر من اكسبنسز مثلا رنت او سالري. اذا عطانا اكثر من كلمه كلها للاكسبنسز لما نجي نحل الانكم ستيتمنت راح نكتب مثل ما تعلمنا اسم الستيتمنت انكم ستيتمنت واسم الشركه والتاريخ
بعدين تحت حنكتب الـ revenue minus الـ expenses، فهو حيكون معطينا وايد expenses. طبعا هاي آخر صفحة بالملخص موجودة، الـ expenses كلهم حيكونون مكتوبين هون. هذا كلهم لازم تحفظوهم عشان تعرفون ان هم expenses من ضمن الـ expenses. فإذا اجوا حنحطهم من ضمن الـ expenses هون، ممكن يجيب لنا مثلا 5 أو 6 من هذول، حنحطهم كلهم هون ونجمعهم مع بعض. بعد ما نجمعهم، طبعا لما نحط الأرقام مثلا عندنا موتور فايكل، إذا جالنا كلمة رانينج، أي أسيتس مثلا موتور أو البيلدينج، أي أسيتس إحنا نعرف إن الأسيتس مو إكسبنسز، بس إذا جاب لنا أي أسيتس وكتب جنبه كلمة رانينج، هذا معناته راح يعتبر إكسبنسز، فراح نحطه من ضمن الإكسبنسز. فإذا جاب لنا موتور فايكل رانينج ورنت وسالاريز، أوكي، حنحط أرقامهم بين قوسين لأنهم بالأخير ماينس، حنحطهم بين قوسين بس ما رح نطرحهم. أول شيء حنجمعهم كلهم، وآخر شيء حنكتب total expenses وناتجهم كمان حنحطه بين قوسين. ناتجهم هذا رح ناخد رقم الريفينيو اللي هو معطينا إياه، نطرحه من expenses اللي total expenses اللي طلعناها، بالأخير حيعطينا net profit. اذا طلع لنا ناتج موجب حنكتب نت بروفيت، اذا طلع لنا الناتج تبع الطرح ماينس او سالب حنكتب نت لوس. وبهيك خلصنا اول وحده تبع الانكم ستيتمنت. بعدين في عندنا طريقه ثانيه للانكم ستيتمنت، ممكن ما يعطينا الاكسبنسز، يحكي لنا او يعطينا الاكسبنسز بس بالاول ما حيعطينا كلمه. اذا اجالكم بالسؤال انه في كلمة اسمها cost of goods sold او اختصارها هيك cost of goods sold، اذا اعطاكم هاي الكلمة او هاي الكلمة هي نفس الشيء، اذا اجت هالكلمة بالامتحان معناته انه راح نحل حل ثاني. حيطلب منا نجيب gross profit، اذا اجت هالكلمه بالامتحان حيطلب منكم جروس بروفيت، او اذا ما طلب منكم جروس بروفيت انتم تحلوا لحالكم اللي حيحكي هلا. اذا طلب منكم الجروس بروفيت حتكتبوا جروس بروفيت بتساوي ريفينيو او كلمه سيل ماينس الكوست اوف جود سولد، حتعطينا، حنرجع نكتبها مرة ثانية انه هي حتساوي الجروس بروفيت، لما نطرح هاي من هاي حتعطينا الجروس بروفيت. اوكي، مرات ما بيعطينا الكوست اوف جود سولد، اذا ما اعطاكم الكوست اوف جود سولد وطلب منكم الجروس بروفيت، الكوست اوف جود سولد بتساوي كوست اوف جود سولد بتساوي اوبننج انفنتوري، ونحط رقمها اللي هو معطينا اياها، زائد بيرتشيز أي كلمة بتدل على الشراء أو بوت، ماينس الـ closing inventory. طبعا هاي حنجمعها زائد رقم هاي ناقص رقم هاي، حتعطينا نرجع نكتب مرة تانية تحت الناتج اللي حيطلع هو الـ cost of goods sold. بعد ما طلعنا هاي نرجع نحل القانون اللي هون، هاي الـ cost of goods sold حنرجع نحط الناتج تبعنا اللي طلعناه هون، نطرح ريفينيو من كوست اوف جود سولد حيعطينا الجروس بروفيت. اما اذا ما طلب منا مثلا الجروس بروفيت وحكى لنا يبي النت انكم ومعطينا اصلا شو اسمه معطينا كوست اوف جود سولد، فشنو راح نسوي؟ حنحط اول شيء لازم مثلا اذا ما اعطاكم الكوست اوف جود سولد حنطلع الكوست اوف جود سولد، هاي اول خطوه. ثاني خطوه حنطلع الجروس بروفيت، gross profit نعرف كيف نطلعها، revenue minus cost of goods sold اللي هاي اللي احنا طلعناها بالاول، حتعطينا gross profit. اوكي، بعد ما طلعنا gross profit هاي للincome statement، اذا طلب منا income statement. اوكي، حنكتب طبعا فوق income statement واسم الشركة والتاريخ. لما نجي نطلع بعد ما طلعنا gross profit حنكتب هون operating profit، يعني ايش كثر تطلع الشركة طلعت بروفيت بعد ما عملت اوبريتنج للاشياء اللي عندها انه انتجت وهيك اشياء. الاوبريتنج بروفيت بتساوي حنحط كل الاكسبنسز توتال اكسبنسز، نحط التوتال الاكسبنسز كلهم نفس
تبع البالانس شيت، نبي نعرف ال... لا مو البالانس شيت، هون حنشوف الاكسبنسز هذول كلهم، اذا هو كان معطينا اكثر من وحده حنحطهم هون كلهم ونحط ارقامهم ونجمعهم، واخر شيء بنحط توتال اكسبنسز. اوكي، اذا احنا الحين قاعد نطلع الاوبريتنج بروفيت، الاوبريتنج بروفيت كيف بنطلعها؟ الجروس بروفيت ناتجها نطرحها من التوتال اكسبنسز، ناتجهم حيعطينا اوبريتنج بروفيت. طبعا دائما نرجع نكتب نفس الشيء تحت، حيتساوي الاوبريتنج بروفيت. بعدين في عندنا شيء تاني اسمه نون اوبريتنج بروفيت، اذا كانوا معطينا اياها بنحطهم، اذا كانوا مو معطينا اياها بالاخير حنحط انه البروفيت اوف ذا بيريد. بس اذا كان معطينا النون اوبريتنج بروفيت اللي هم هون، انا حطيتهم بالجدول هون تحت، هذا اذا كان في عندنا كلمه ريسيفد او ريفينيو، اي شيء تحسونه موجب انكريز شيء منيح حنحطه بالموجب. اما بوروينجز معناته قرض، معناته مو موجب حنحطه بالماينس، مفروض يعني يكون بين قوسين. واي شيء اكسبنسز، اي كلمه انترست، انترست معناته حيكونوا تحت ما حيكونوا مع الاكسبنسز. اوكي، بس لازم نركز interest received ولا borrowing، يعني شيء منيح ولا موجب ولا minus. فهون non operating profit حنحط هذيل إذا كانوا معطينا إياهم، مثلا إذا كان معطينا interest received okay minus interest expenses، حنطرحهم حنطرح هاي اللي طلعناها هون، الناتج اللي طلعناه هون حنطرحه من ال interest received، حنطرحه من اللي احنا كتبناه هون من interest received، من الريسيفد موجب حنجمعه مع الانترست ريسيفد ونطرحه مع الانترست بوروينج، يعني نجمع مع الزائد ونطرح مع الموجب، وبالاخير تحت حنكتب بروفيت فور ذا بيريد او بروفيت فور ذا بروفيت فور ذا اند اوف ذا يير اللي هم طالبينه حنكتبه تحت اخر شيء. وبهيك خلصنا الانكم ستيتمنت. بالنسبه لاخر مساله اللي هي ديبريشيشن، هو قانون وبنعوض عليها. القانون total cost حيعطينا اياه، والresidual value او كلمة scrap حيعطينا اياه كمان بنحطها، total cost ناقص residual على years. بعدين بعد ما نحط هالقانون، هو مرات بيطلب منا شيء اسمه book value. book value حنحط احنا كم سنة هو طالب منا، مثلا 4 سنوات. cost دائما اول سنة حنحط فيها cost الاولي تبع هذا، اول cost حنحطه باول سنة ناقص الرقم اللي طلعناه من من القانون ناقص الرقم. طبعا الرقم اللي طلعناه حيكون ثابت هون، الناتج اللي طلعناه من اول سنه هذا الناتج حناخده ونحطه بثاني سنه، نرجع نطرحه من الرقم نفسه، والناتج تبع ثاني سنه نحطه لثالث سنه ونطرح، وهيك بنكمل لاخر وحده. بعدين اذا كان طالب منا رسمه، او حتى اذا مو طالب ارسموها بيكون افضل، نحط تحت عدد السنوات ونحط قدامه الارقام اللي احنا طلعناهم هون بنحطهم هون. طبعا اول سنه راح تكون اكثر شيء نحط رقمها، وثاني سنه حتقل، يعني هذا كوست التكلفه، انه يعني تكلفه الماشين او السياره بعد استخدامها بكل سنه كم راح يصير سعرها. وهي اخر مساله.